لولي بيتك ما أدبش. شو جبتي لهدي لأمك يا بنتي؟ جبت لها علبة ميك أب هيك بركي بتظبط حالها شوي، ببطي شكلها مثل المكنسة وانت ببطل بتبصبص على سكرتيرتك. خش تحكي هيك عن أمك ولي. وخيك روري شو جاب هدي لأمه؟ سألو روري. بيتكن ملا جو زهنتير. شو جبت لها هدي لأمك ولا؟ تخت. تخت؟ ايه. لشو التخت؟ لأنه أنا عندي تخت لحالي ولولي عندها تخت لحالها. بس حرام ماما ما عندها تخت لحالها، بتنام معك وعم بسمعها بالليل عم تتعب وعم تتقهقع تعمل آه 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 آه. لولي شو ذنبه؟ شو معلمتين خيك يا بنت؟ تعال نحضر فورمه.